السلامة، مرحبا بكم في كوجينة هنداتي. الوصفة متاع اليوم كفتة بالمخ. هذو ما المكونات اللي حضرتهم. حضرت مخ بقري، شترقة مع عدنوس، بصل، بطاطا، كعبات عظم، راس الثوم باش نقشرو ونهرسو، عندنا خل، زيت للقليان، وهذا يا لفاح اللي باش نفوح به الكفتة، عندنا ملح، فلفل ملحي، فلفل أكحل، كركم، البابا متاع خبز وتابل. توا باش نبدا نحضر الكفتة، باش نصمت ساعة المخ. المخ باش نحط له شوية ماء، نحط شوية خل باش نحطه يتصمت، مقدار متاع 3 مغارف خل، 3 ولا 4 مغارف. نشعل الغاز، المخ نحطه يتصمت. وتوا باش نصمت البطاطا، ناخذ اكل كعبات متاع البطاطا، نحطهم في الكسرونة، نصب الماء، نشعل الغاز على البطاطا. البطاطا نخليها تتصمت حتى تطيب. المخ اللي حطيته يتصمت، وقت اللي يغلي الماء نخليه 3 دقائق يتصمت. وتوا باش نقص المعدنوس، نقص البصل، ونقشر راس الثوم ونهرسو. المخ بدا يغلي، باش نخليه يغلي 3 دقائق. المعدنوس قصيته، هذايا المعدنوس نقصوه جويد كيما تو هكا قصيته، هذايا البصل، الثوم قشرته، وتوا الثوم باش نحطو في المهريت باش نهرسو، نحط معاه شوية ملح، شوية تابل، وتوا باش نهرسو. المخ يغلي عنده 3 دقائق، توا باش نطفي عليه، وباش نقطرو في الكسكاس، البطاطا طابت، توا باش نطفي عليها، نستناها تبرد شوية، وبعد باش نحيلها قشرتها. البطاطا اللي صمتها قشرتها، وتوا باش نرفسها بالفرشيطة. هاني كملت رفستها بالفرشيطة، توا باش نحط المعدنوس، المعدنوس اللي قصيته، نحط البصل، وتوا باش نحط اللفاح، نحط الثوم اللي هرسته مع التابل والملح، باش نحط شوية فلفل ملحي، هذي فلفل زينة، معرفة هكايا متاع قهوة، واللي يحب محرحرة يحط أكثر، باش نحط شوية كركم. بالنسبة للملح والتابل مانيش باش نزيد نحط، على خاطر انا الثوم كي هرستو هرستو بالتابل والملح. توا باش نحط البيبة متاع الخبز، هذوما مغرفتين، نحطو مغرفتين، بعد ما حطيتو اكل لفاح، توا باش نخلطو في وسط البطاطا مع المعدنوس والبصل. اللفاح هاني كملت خلطتو، توا باش نحطك المخ اللي صمتو. نجمو نقصوه المخ طريفات صغار، والا نرفسوه في وسطك الخليط اللي حضرتو. انا باش نرفسوه بالفرشيطة، المخ هاني كملت رفستو بالفرشيطة. توا باش نحط كعبتين عظم، نحطو ساعة كعبتين عظم ونشوفو كاين شوية، توا نزيدو كعبة أخرى،
نركضهم هكايا شوية في الكعكين عظم وتوا باش نخلطهم في وسط أكل الخليط اللي حضرته. الكعكين عظم هاني كملت خلطتهم، الخليط باش نخليه 10 دقائق يشرب الملح والفيح، وبعد كعبات متاع الكفتة باش نكعبرهم ونلفهم في الفرينة والعظم ونقليهم. الخليط اللي حضرته ارتاح 10 دقائق وتوا باش نحضر كعبات متاع الكفتة. ناخذ هكا كل واحد يعمل الكبر اللي يحب عليه متاع الكعبة. انا توا هكا ناخذ كل الكعبة نكعبروها هكايا، والكعبة اللي نكعبروها نلفوها في الفرينة. الكفتة هاني كملت كعبرتها، الكعبة هذيا الأخرى اللي مازالت. الكفتة هاني كملت لفيتها في الفرينة، توا باش نحط المقلة وباش نلفها في العظم ونقليها. نصب الزيت في المقلة نشعل الغاز، وكي يسخن الزيت اكل كعبات متاع الكفته باش نغطسهم في العظم وباش نقليهم. هاني ركضت كعبتين عظم ونجمو راهو نقليوها من غير ما نغطسوهم في العظم، نقليوها وهي ملفوفه كان بالفرينه. الزيت سخن وتوا باش نبدا نقلي الكفته. كل كعبة نغطسها هكايا في العظم، الكفته باش نقلبها، نقلبوها تطيب على وجهها الاخر. الكعبات هذوما طابوا وهاني توا باش نطلعهم، وهكايا يكون قليان هالكفته. نحمروها شويه،
سواء كمل نقلي بقية الكفتة الكفتة اللي حضرتها بالمخطبة وحضرت وهني كمل تقليتها. الكفتة هذه نجم نحضر معها صحي مقلي، نقلي وشوية بطاطا وفلفل وطماطم وقرع ونحضر معها شوية صلصة، كما نجم نحضر معها صحي فلفل مشلخ وتولي فطور كامل. وإن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، وبالسلامة وشهية طيبة، وتابعوني واشتركوا في قناتي باش يوصلكم جديد الفيديوهات وأحلى وأشهر أطباق التونسية الزمنية.